الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أهون الربا كأن ينكح الرجل أمه يتساهل كثير من الناس في مسائل الربا والعالم كله واقتصاده في هذا الزمان قائم على الربا والربا من الكبائر العظام والربا حرب على الله وعلى رسول الله وعلى أمة الإسلام بل وعلى جميع الخلق فهو عظيم وهو إثم كبير ولكن أعظم من ذلك أعظم من الربا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الأصفهاني أو الأصبهاني بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري رحمهم الله جميعا قال أهون الربا كأن ينكح الرجل أمه وأربى الربا ما هو يا عباد الله وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه أربى الربا أعظم من ذلك الذي هو كأن ينكح الرجل أمه استطالة الرجل في عرض أخيه أكل لحمه حياً وميتاً بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم يتطاحنون ويتقاتلون لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً إلا ما أشربوا من أهوائهم
مجتمع كله أحقاد وأضغان وحسد وغيرة، مجتمع كله ظلم وعدوان إلا ما رحم الله. هذا الظلم وهذه الأحقاد والأضغان لها أسباب، ومن أسبابها استطالة البعض في أعراض البعض. فإنك إن استطلت في عرض أخيك، إن أكلت لحمه وبلغه ذلك، حمل عليك في قلبه، حقد عليك وأراد أن ينتقم منك، فكانت الشرور والآثام، وكان الضرب والقتل والسب واللعن، هذا بسبب اعتداء بعضنا على بعض، بسبب اعتداء بعضهم على بعض. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من لدن ربه سبحانه وتعالى، جاء بتحريم ذلك سواء في الكتاب أو في السنة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ مشى عمرو بن العاص رضي الله عنه في أصحابه فرأى بغلا منتفخا شائلا برجله منتنا، فنظر إليه وقال لأصحابه: لئن يملأ أحدكم بطنه من لحم هذا البغل الجائف المنتن خير له من أن يملأ بطنه بلحم أخيه المسلم. ولقد مر علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا اليوم بصدد الحديث عن بعض أمور لا بد من أن ينتبه المسلم لها كي لا يقع في هذا الإثم وهذا الفحش، لكي لا يكون من المرابين، من أعظم المرابين، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح: الربا 73 حوبا، ذنباً وإثماً كبيراً، أعظمها استطالة المرء في عرض أخيه، أدناها كأن ينكح الرجل أمه، وفي رواية أن يقع الرجل على أمه. لكي لا نكون من هؤلاء لا بد أن ننتبه، وأن ننتبه إلى ما بين لحيينا. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أو رجليه ضمنت له الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يهمنا إن كانت الكلمة التي نتفوه بها كبيرة أو صغيرة، فكلها في كتاب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، سيان هذا القول صغيراً كان أم كبيراً، سيان عندنا سيان. إياك. ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه وكذلك الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: يعني أنها كانت قصيرة رضي الله عنها، حسبك من صفية أنها كانت قصيرة، أنها كانت كذا وكذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: على هذه الحقيقة لم تذكر صفية رضي الله عنها بما ليس فيها، بل ذكرتها بقصرها وهي حقيقة، فهي قصيرة رضي الله عنها. قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يقول محمد بن واسع رضي الله عنه: لو أن للذنوب رائحة لما جالسني أحد. وقد يفهم بعض الناس أن الذنوب ليست لها رائحة، لا يريد بذلك، بل هناك شيء مضمر في هذه الجملة. لو كانت للذنوب رائحة تظهر لما جالسني أحد. كيف ذلك؟ كيف لا يكون للذنوب رائحة
والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما ورد في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فارتفعت ريح منتنة قذرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ إنها ريح الذين يغتابون المسلمين. إذن للذنوب رائحة نحن لا نشمها، والحمد لله الذي عافانا من ذلك، وإلا لما جالسنا أحد. إن كان محمد بن واسع رضي الله عنه يقول ذلك عن نفسه في أتباع التابعين، فكيف بنا نحن في هذا الزمان ونحن لا نكاد نجلس مجلسا إلا وتناولنا الفواكه وأخذنا في أكل لحوم الناس وأعراضهم؟ إذن للذنوب رائحة مهما كانت صغيرة. وورد كذلك في سنن أبي داود وعند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها كذلك قالت: وحكيت له إنسانا. وحكيت له إنسانا، ما معنى وحكيت له إنسانا؟ يعني قالت فلانا تسميه باسمه، مثلا لو فعل فلان كذا وسمته باسمه، أو لو لم يفعل فلان كما فعل فلان. وحكيت له إنسانا لا تعني الغيبة، إنها تضرب مثلا، تضرب مثلا، إنها كابنة فلان، إنه كابن فلان، إنه كفلان. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا، ما أحب أني تلفظت باسم إنسان في شيء وهو ليس موجودا معي، وإن لي كذا وكذا، يعني ولو أعطيت من المال ما أعطيت كثرة وغنى، ما أحب أن أذكر اسم شخص وهو ليس موجودا معي. انظروا، هذا أمر بسيط، كما ورد كذلك وقد أخبرتكم في تلك الجمعة عندما تحدثنا عن في الجزء الأول من حديثنا عن الغيبة، من قول عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق: إن صاحبك ليوائم نوم بيتكم، إنه ينام كما كأنه ينام في حضر، كأنما ينام في الحضر في بيتكم في الحضر في المدينة. ليست كلمة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم لهما لما استطعماه، قال: لقد أكلتما من لحم أخيكما، إني لأرى لحمه بين أنيابكما. يا رسول الله استغفر لنا. لا، بل مراه فليستغفر هو لكما. إذا مهما كانت الكلمة صغيرة، أمسك لسانك كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أو في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أمسك عليك لسانك، أوصني يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. ابكي على خطيئتك، ابكي على كلامك في الناس وفي أعراضهم. فكم استطلت في عرض المسلمين، وكم تكلمت في أعراض العلماء العاملين، وكم ابكي على خطيئتك. أمسك عليك هذا، أمسك عليك. وقد كما قلت يكون المتكلم به شيء حقيقي أكبر أو أكثر قليلا مما ذكرناه. كذلك الرجل الذي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحاح كذلك، أن رجلاً ذكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه لا يأكل حتى يطعم. رجل كسول، لكن لم يقولوا كسولاً، بل قالوا هو رجل يعني لا يأكل حتى يطعم، إشارة إلى كسله. فالغيبة لا تكون باللفظ الصريح وحسب،
بل تكون باللفظ الصريح وبالإشارة وبالكناية وبكل شيء وبالرمز. ولو حركت رأسك ويل لكل همزة لمزة هماز مشاء بنميم. إياك إياك، لا بلفظ ولا بكناية ولا بتصريح ولا برمز، إياك ولحوم البشر، إياك أن تقع في أعراض الناس. إنه لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه اغتبتموه، وقعتم في عرضه. فقالوا: يا رسول الله، إنما ذكرناه بما فيه، نحن ما أتينا بشيء جديد ولا كذبنا عليه، ولو رأيته سأقول له ذلك في وجهه، هذا الذي نقوله ونجيب به نحن، ولو رأيته أو لقد قلت له ذلك في وجهه أو سأقوله له في وجهه. لا، اتق الله واقطع لسانك، قله له في وجهه لكن لا تقله أمامنا. قال: اغتبتموه يا رسول الله، ذكرناه بما فيه. قال: حسبك ذكرك أخاك بما يكره. يكفيك عذابا، يكفيك حرقا في النار، يكفيك إثما أن تذكر أخاك بما فيه. والغيبة ثلاث: ذكرك أخاك بما فيه، وهذه غيبة، وإفك، وهذا يرد علينا كثيرا لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا ما رحم الله، وهو مما عمت به البلوى. ذكرك أخاك بما سمعت فيه، بما سمعت، بما نقل إليك، وهذا هو الإفك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذركم معاشر المسلمين، يحذركم معاشر المسلمين من ذلك، يحذركم صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، إن من أفرى الفرى من أكذب الأكاذيب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. إياك، حتى إذا سمعت أغلق أذنيك، أغلقهما. ثم البهتان، أن تتقول على أخيك بما ليس فيه. لذلك يجب علينا أن ننتبه من ذلك، وإذا أردنا أن نتخلص من هذا الربا، من أربى الربا، لابد وأن نعي ما أعده الله سبحانه وتعالى للمرابين، لكبار المرابين الذين غلبوا اليهود في مراباتهم، وهم المستطيلون في أعراض إخوانهم وفي أعراض المسلمين. ولا فرق بين عاصٍ وبين متقٍ وصالحٍ وطالح، فكل من يحمل لا إله إلا الله لابد وأن تذب عنه الغيبة، وأن ترد عليه، وأن ترد عنه، وأن تدافع عنه، وأن تحسن الظن به. فإن أردت أن تنصحه فاذهب إليه وعظه وانصحه. لابد أن نعلم ما أعده الله أولا في الدنيا، فإن الذين يتطاولون في أعراض المسلمين نعتهم الله بالنفاق، نعتهم الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله أيضا بالنفاق. فقال: يا معشر من آمن لسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحه، في رواية: ولو في عقر داره، وفي رواية: ولو في جوف رحله، في جوف الرحل، في الهودج.
إذن أول عقوبة دنيوية أنه يوسم ويوضع له ختم بالنفاق. ثانيا كما أوردنا في الحديث، أتدرون ما هذه؟ تلك ريح أو رائحة الذين يغتابون المؤمنين أو المسلمين، تصبح له رائحة نتنة لأنه يغتاب. وأما في الحياة البرزخية في القبر فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني في اعتقاد الناس أنه أمر هين، أما أحدهما فقد كان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فقد كان يمشي في الناس بالغيبة وفي رواية صحيحة بالنميمة، فهما في القبر يعذبان. وفي الآخرة كذلك يعذب المغتاب أشد العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: لما أعرج بي مررت على أقوام لهم مخالب من نحاس أو أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: يا أخي يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين، هؤلاء الذين يتطاولون في أعراض المسلمين، هذا عذابهم في النار في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. بل هناك ما هو أشد من ذلك كما ورد في الحديث الصحيح عند في سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه، وكثير أولئك الذين يفعلون ذلك، من قال في أخيه ما ليس فيه، ماذا حدث له؟ ماذا سيحدث له؟ أوقعه الله في أو أدخله الله ردغة الخبال، أدخله الله ردغة الخبال حتى يعود فيما قال وما هو بعائد. والحديث صحيح، حتى يرجع عن قوله هناك وما هو بعائد، كيف يعود وقد قضي الأمر ولا تحين مناص. ثم في رواية مفسرة لهذه الرواية في سنن ابن ماجه قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ ما ردغة الخبال التي يدخل فيها المغتاب؟ قال: عصارة أهل النار، تلك النار التي تحرقهم فتذيب جلودهم وأعصابهم وأجسامهم وعظامهم، ذلك الصديد الذي يخرج من فروج الزناة وغيره وغيره، عافانا الله وإياكم منه. قال: عصارة أهل النار. فإذا تذكر الإنسان ذلك وقع في قلبه خشية الله، وقع في قلبه أنه لا يتحمل عذاب الله، وقع في قلبه أنه لا يطيق تلك النار ولا يطيق هذا العذاب فابتعد. فإذا كان في مجلس يتناول فيه المسلمون على الموائد انتهج منهج السلف رضوان الله عليهم أجمعين في الدفاع عن إخوانهم وفي الذب عن أعراضهم حتى لا يكون مشاركا لهم. فالسلف ضربوا لنا أروع الأمثلة، أعظم الأمثلة، سواء كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أصحابه أو التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. علمونا أن نذب عن عرض إخواننا وأن لا نجلس في مجلس فيه ربا، فيه أربى الربا. وقد نزل عليكم في الكتاب أنه أن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها
وقد حرم الله الاستطالة في عرض المسلمين، وحرم الله الغيبة، فمن جلس في مجلس تدور فيه الغيبة فهو يستهزئ بآيات الله ويكفر بآيات الله ويخالف شرع الله، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. إياك، لا تجلس. فهذا منهج سلفنا الصالح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من الربا، ومن أعظم الربا، ومن الغيبة والنميمة والإفك والبهتان، وأن يصلح فساد قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، تعالوا، تعالوا إلى المنبع الصافي، تعالوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا إلى منهج أصحابه السليم، تعالوا إلى منهج أصحابه القويم، الذي من غيره لا نحيا حياة طيبة، ولا تقوم لنا قائمة، ولن ترجع لنا دولة ولا عزة. تعالوا نستقي من نبعهم، تعالوا نستقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آثار أصحاب رسول الله الذين رووا لنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين دفعوا دماءهم وأجسامهم وأرواحهم وأوقاتهم وراحاتهم ثمناً عظيماً غالياً، ليصل الدين إلينا هكذا، ليصل إلينا الإسلام. ولولاهم لكنا كفاراً نعبد الأصنام والأحجار. تعالوا إلى هديهم، تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف كان يذب عن عرض المسلمين عند غيابهم. ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عتبان أو عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكانت السنة فيما مضى أن الناس جميعاً يأتون المساجد ويصلون الجماعات، يعرف بعضهم بعضاً ويسأل بعضهم عن بعض إن غاب، يعرفون يسألون عن أحوال بعضهم بعضاً، لعل أخي المسلم يكون في حاجة، لعله مريض، لعله كذا وكذا، فكان الواحد منهم يعرف الآخرين، فإن غاب أحدهم كان مكانه في الصف يعرف أين فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين مالك بن الدخشم؟ صحابي من الصحابة، من الذين اعتادوا الصلاة في جماعة، من الذين عرفوا بالفضل والخير، أين مالك بن الدخشم؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله، إنه منافق لا يحب الله ورسوله، إنه منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لا للعالمين، لكل الخلق. لا ينظر بعضنا إلى بعض، هذا صاحب دين وهذا صاحب ربع دين، وهذا ليس له لحية فهو خارج من الدين، وهذا قميصه طويل فهو معتد أثيم، وهذا منافق. لا، فمن حمل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وأخطأ أو ارتكب إثماً فإنه مسلم، نترحم به ونرحمه ونتمنى له الخير، ونعامله كما يعامل الطبيب المريض، وكما تعامل الأم الرؤوم ولدها،
وذاك صحابي يشرب الخمر مدمن خمر، عبد الله بن حمار رضي الله عنه، يجلد ويعود يشرب الخمر ويجلد ويعود يشرب ويجلد مدمن. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمسكوه شاربا للخمر فجلدوه، فقال خالد رضي الله عنه: لعنك الله من كثرة ما يؤتى بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل يا خالد، لا تفعل، إنه يحب الله ورسوله رحمة، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. ولم يقل إن الله حرم على النار، بل قال إن الله قد حرم على النار تأكيداً وتشديداً من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظروا إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتبعون سننه وهديه. لذلك لا نعجب أبدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 شعبة كلهم في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 71 شعبة كلهم في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 72 على 72 شعبة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله، من يا رسول الله؟ قال: ما كان على ما أنا عليه اليوم ومن وأصحابي. انظروا إلى أصحابه كيف يقتدون به صلى الله عليه وسلم في الذب عن عرض إخوانهم، كما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد عن عبد الله بن كعب بن مالك الذي كان أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ رجل قد تخلف عن الغزو وولى الأدبار، لم يأتي إلى الغزو، تهرب من القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يا لطيف، كبيرة، ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه، كان في ذلك الزمان الذي يلبس قميصاً كهذا وفوقه عباءة البشت أو الرداء من كبار القوم، علامة على السعة والغنى والرفاهية، حبسه برداه والنظر في عطفيه أي في جنبيه، يعني كأنه يتبختر ويعيش في رغد من العيش، لا يحب القتال، لا يحب الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف عنه. فقام معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة، الجبل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهجهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء رضي الله عنه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ترد عن عرضه، يرد الله النار عن وجهك يوم القيامة. وكذلك في الحديث الصحيح الآخر عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بالغيبة
إذا اغتيب أخوك أمامك، من رد عن عرض أخيه أو من ذب، من دافع عن عرض أخيه بالغيبة، كان حقا على الله أن يعتقه من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وكذلك السلف من التابعين ومن أتباع التابعين، ها هو عبد الله بن المبارك يغتاب رجل أمامه، يغتاب رجل، فقام على المغتاب وقال له: يا أخي أنت أغزوت فارس؟ أخذت سيفك وغزوت فارس؟ قال: لا. أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الروم وسلمت منك فارس ولم يسلم منك عرض أخيك، ولم يسلم منك عرض أخيك. ولذلك يقول الحسن البصري رضي الله عنه: للغيبة أسرع، أسرع في دين الرجل، الغيبة تأكل دينك، أسرع في دين الرجل من الآكلة في الجسد. الآكلة مرض مثل السرطان يأكل الجسد، الغيبة تأكل دينك وتدمره أكثر من الآكلة، أكثر من السرطان ومن الطواعين. لذلك يا عبد الله لا تكن نفسك رخيصة عليك، اتق الله، اتقوا الله عز وجل، توبوا إلى الله. إياكم وأن تجلسوا مجلسا فيه غيبة، ردوا على المغتاب، ذبوا عن أعراض إخوانكم، اتقوا النار، اتقوا عذاب الله. لا يحملنكم خوف الناس وإرضاؤهم أن يسخط عليكم ربكم سبحانه وتعالى. فوالله مهما فعلتم لترضوا الناس وفي إرضائهم هذا سخط لله عز وجل، سيسخط الله عليكم وسيسخط الله الناس عليكم. أسأل الله العلي الكبير أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم طهرنا من النفاق والشقاق ومن سوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا يا لطيف، اللهم ارحمنا يا رحمن، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم استر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا وباركوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، استووا، اعتدلوا، سدوا الخلل ولا تدعوا فروجات للشيطان، حاذوا بين المناكب والأقدام، يستوي الصف، الكعب في الكعب والكتف في الكتف والقدم في القدم، يستوي الصف. لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.